تمام. بصوا بقى يا جماعة، عندي أنا شروط معينة كده وتوصيات في أعمال التغذية لازم ناخد بالنا منها. يعني أول حاجة عندي، لازم أعمال المياه الساخنة، مواسير المياه الساخنة تكون أعلى من مواسير المياه الباردة ومتوازية معاها. خلاص، يعني مواسير المياه السخنة متوازية مع مواسير المياه الباردة، بحيث تكون على ارتفاع من 40 ل 45 سنتي من منسوب الأرضية، منسوب التشطيب بتاع الأرضية. خلاص، يبقى أنا عندي رقم واحد في توازي ما بين الساخن والبارد. رقم اتنين، بتكون المواسير على ارتفاع من 40 ل 45 سنتي، هنقول ليه بعد شوية. خلاص، رقم تلاتة، لازم أمشي الساخن رأسيا بحيث يكون على يساري زي ما احنا عارفين، والبارد على يميني. خلاص، وقلنا الحصة اللي فاتت برضو رقم أربعة بقى، إن المسافة بين المياه الباردة والساخنة كمخارج اللي أنا بشاور عليها أهو في الكتاب، تكون من 11 ل 16 سنتي. عشان قلت إيه؟ قلت الخلاط، نوع الخلاط يركب عليها على حسب، فأنا لازم أظبطها صح جدا مع الإيه؟ مع السباك، أبقى عارف أجيب خلاط شكله إيه بحيث يركب الساخن والبارد على نفس المسافة اللي انا ايه بشاور عليها هنا دي. خلاص، ما لقيش الخلاط مقاسه كذا، جايباه انا من عند ديورافيت او ايديال ستاندرد او روكا وتفر اي نوع، والاقي جايب خلاط انا مش مناسب ايه مسافة بين ايه المخارج، او قايل لي في المشروع ان الخلاط نوعه كذا ومقاس كذا والسباك عامله لي مسافة ما بين البارد والساخن حاجة تانية. خلاص، خدتوا بالكم؟ يبقى دي النقطة الرابعة. خلاص، النقطة الخامسة، لازم أشيك بعيني بقى وهو بيلحم الإيه الكورنرز دي. إزاي بقى؟ ده يخلينا ننقل النقطة الخامسة. بس قبل ننقل النقطة الخامسة، قلنا الحصة اللي فاتت إن مخارج، بأكد عليها تاني دلوقتي، مخارج البارد والساخن لكل جهاز صحي سواء بانيو أو حوض او مرحاض، عندنا محابس دي برضو اهي، تكون في المناسيب ايه المطلوبة في المشروع على حسب نوع الجهاز وعلى حسب مطلوب مني في المشروع ايه انا هنفذ على اساسه. تمام، يبقى دي النقطة الخامسة. خلاص، يبقى النقطة الخامسة ان انا كمان همشي المخارج دي على مناسيب معينة. تمام، غير المواسير، يعني المواسير على مناسيب قلنا من 40 ل 45 سنتي، لكن المخارج نفسها على ارتفاعات اخرى. بصوا، عامله لكم 80 سنتي، ايه جبتها منين؟ ايه دي، خلاص، خلاط البانيو ايه حطيتها لكم هنا، ايه كنوع ايه يعني نموذج كده او سامبل بنشرح يعني ايه المناسيب يعني. خلاص، وده غير ايه، غير ان المسافه بين المخرج الساخن والبارد قلنا من 11 ل 16 سنتي. شفتوا قد ايه ارقام؟ يبقى اللي بيتكلم بالارقام ده ناس ايه قلنا دقيقه. خلاص، النقطه السادسه، ان انا لازم اشيك يا جماعه بعيني على اللحام في الاركان. يعني ايه؟ يعني انا عندي المواسير دي بتتلحم بنظام اللحام الحراري. خلاص، يعني التسخين الحراري المواسير اوصلها ببعضها بوصلات معينة. تمام، القطعة دي كلها كده، تمام، في منها عند تقاطع اتنين ناصية في الاركان زاوية قائمة بتبقى كوع 90 درجة. خلاص، يبقى انا عندي في كوع 90 درجة اهو، بيبقى فين؟ في الكورنر، ما نحفظش يعني. تمام، عندي تي جوينت او مشترك اسمه تي، بنقول عليه تي، حرف التي يا جماعه، تي سيكشن. خلاص، تي، خلاص، عند تقاطع ايه ماسوره عموديه على ماسوره اخرى، هو همشيها مثلا في الشكل التعامد زي كده مثلا. بصوا، تعامد اهو، تعامد ده مش تي بقى، ده ايه، ده الا انجل متعامده، او قطعه ثالثه تي سيكشن. يبقى انا عندي قطعه كوع، بصوا المسميات بنتكلم ايه، عند الاركان حرف ال انجل، وعندي كوع كمان واخد وضع اخر عند تقاطع ايه ماسورتين راسي مع افقي، كوع. خلاص، وعندي كمان تي سيكشن بالشكل ده. يبقى احنا بنفهم على ايه، على الشغل العملي نفسه من غير ما نحفظ ايه الاشكال دي. يبقى دي حد يقول لي بتاعت ايه دي، يبقى اهي اهي. خلاص، يبقى انا عندي تي سيكشن تقاطع ايه ماسوره راسيه مع ماسوره افقيه متعامده عليها. تمام، يبقى دي التي سيكشن. طيب، احنا عندنا كده قلنا ايه القطع، ايه الوصلات اللي انا بستخدمها في وصله ايه المواسير بتاعتي، وانا بثبت المواسير البارد والساخن في الحائط. خلاص، وقلنا
مواسير التغذية دايما في الحوائط الحصة اللي فاتت، يبقى مش هعيد تاني عشان كده في حاجات ايه انا ما بقولهاش. قلنا دايما قلنا شوية اساسيات الحصة اللي فاتت، قلنا مواسير التغذية دايما في الحوائط اللي هي بتاعت المياه الشرب والبارد، ولما اقول التغذية يعني بارد وساخن. وبعدين عندي كمان مواسير الصرف دايما ايه في الارضية. خلاص يبقى احنا كده عندنا مبادئ معينة احنا قايلينها الحصة اللي فاتت فمش هنكررها تاني. وقلنا القطع دي بتتلحم، يبقى القطع اللي هي التي سيكشن او ال انجل او ايه بقى. بصوا عندنا في حاجه اسمها جلبه وحاجه اسمها كرانك. خلاص ايه الجلبه دي؟ الجلبه دي يعني انا مثلا الماسوره بتاعتي طويله وما كفتش، عايز في نفس الافقيه اعمل وصله واكمل الماسوره وصله يعني. خلاص الماسوره انتهت مني، طولها انتهى، فانا عايز ايه اكمل الحيطه بتاعتي، فهروح ايه حاطه جلبه وايه واوصلها بالماسورتين. خلاص جلبه ايه، خلاص هتبقى واصله بين ايه ماسورتين في وضع واحد. خلاص في وضع يعني راسي مثلا مع بعض او افقي مع بعض عادي يعني. خلاص طيب لسه بقى في اليات اللحام دي نفسها نقولها دلوقتي. خلاص دي بقى اللي هي رقم 6 اللي عايزين نقولها، ازاي نستلم الحاجات دي، ليها آليات معينة هنقولها دلوقتي. تمام، بس احنا بس بنكمل موضوع الوصلات ده. القطع عندي كرانك وعندي جلبة. الجلبة قلناها، ايه بقى الكرانك ده يا جماعة؟ بصوا عندي بارد وعندي دي مية الباردة ناحية اليمين اهي، خلاص، والمية السخنة ناحية الشمال طالعة لفوق كده، وهتقف بمخرج هنا وهنا وتبقى في خلاط هنا، خدتوا بالكوا؟ طيب الكرانك ده بيبقى زي ماسورة كده واصلة، بتكون غطسة شوية في الحيطة عشان اقدر امرر ايه، امرر البارد بتاعي فوقيها، فبتروح عاملة ايه كيرف كده عشان تبقى غطسة جوه الحيطة شوية. خدوا بالكم هو بيثبت الحاجات دي بنقر ايه في الحيطة بعمق 3 سنتي جوه الحيطة بنقر بالأجنة والشاكوش، وبيعمل الحركة دي عشان المواسير متبقاش بارزة وعنده بياض او سيراميك طرطشه وسيراميك هي هي هيلزقوا، فعنده يعني ايه سمك معين مش عايز يطلع براه. خدوا بالكم يعني انا دلوقتي تخيلوا كده انا عملت نقر ورحت حطيت دي فوق قدامها يعني الماسوره دي قدامها، هتبقى في بروز جامد جدا، هيثبت اللزق السيراميك ازاي؟ فهو عنده دلوقتي ايه عنده، هيبقى عنده مشكله في بروز جامد قوي في الحيطه عنده، فلازم يخلي ايه ماسورة المية الساخنة تبقى غطسة شوية في الحيطة بعمق 3 ل 5 سنتي. تمام، بالأجنة والشاكوش اللي هو النقر يعني اللي بيمرر فيه ايه نقر كده بيعمله في الحيطة. طبعا لو كان الطوب اسمنت يفضل، عشان كده يقول لك ايه يفضل ان الحمامات والمطابخ تكون الطوب بتاعها اسمنتي. قلنا ليه؟ عشان يعرف يثبت مواسير التغذية بتاعته في الحوائط بأريحية، وما يكونش الطوب فيه فراغات يعني مفرغ، عارفين الطوب الاحمر بيبقى مفرغ، الطوب الطفلي الاحمر بيبقى فيه ثقوب، فطبعا الدقدقه فيه كتيره، هتعملي تهييل للطوب، وده طبعا ايه يعني كجسائل للحائط مش حلو يعني ان انا دقدق في المواسير التغذيه بتاعتي في حائط ايه مفرغ بالطوب الطفلي الاحمر. فيفضل طبعا ايه ان يعني يكون الطوب اسمنتي زي ما هو بالظبط في الصوره كده. تمام، وبيعمل نقر، بس خدوا بالكم طبعا هنا إيه لو يعني يحاول ان هو ايه ما يدخلش في اي حاجه فيها ايه حديد تسليح او خرسانات. يعني نتكلم على فكره لو انا إيه هعمل نقر يبقى في الحائط عادي خالص، حائط عاديه يعني حائط مش مسلحه او حاجه فيها حديد. تمام، يعني ما ينفعش اعمل الحركه دي في عمود مثلا، خدوا بالكم خلاص عمود مسلح ما ينفعش. تمام، لكن احنا بنقول على حائط طوب اسمنتي وبيعمل نقر بالاجنه والشاكوش عمق 3 سنتي، وبيمرر المواسير الحار ورا المياه البارده، مواسير المياه البارده بكرانك بالمنظر ده كده. تمام، بيبقى غاطس جوه الحيطه بالمنظر ده بالظبط. تمام، ده كده الكرانك يا جماعه كشرح ايه انا بعمله عشان النقطه دي، عشان مبيبقاش في الاخر السيراميك عندي عامل مشكله في السمك بتاعه ومش عارف ايه الزق بالسمك المطلوب اللي هو مثلا 5 سنتي هيزيد عن مونه 5 سنتي هيبقى كتير قوي. تمام، دي نقطه. خلاص يبقى احنا كده اتكلمنا على الجلبه كوصله، وكمان كرانك بيبقى لامرار
ماسورة المياه الباردة فوق الساخنة، أو العكس على فكرة يا جماعة، يعني ممكن العكس برضه. يبقى الكرانك ده في المياه الباردة يعني، خلاص المياه الباردة، والساخنة هي اللي تمر يعني، الساخنة هي اللي تمر لي فوق الباردة يعني، ساعات بيعملوا كده. تمام، الاتنين ينفعوا. تمام، ايه كمان عايزين برضو نوضح هنا النقطة، ان طبعا الامرار، النقطة اللي بعد كده هي السبعة بقى، امرار المواسير التغذية على ارتفاع كبير من التشطيب ممنوع منعا باتا. يعني انا هركب السيراميك، وقلنا الاجهزة الصحية هركبها بعد ايه، في الاخر خالص، بعد تشطيب الحوائط كسيراميك والارضيات،